انطلاق منتدى الاستثمار المصري الخليجي. والببلاوي يقول إن الحكومة الحالية وضعت خارطة طريق اقتصادية تزامنا مع خارطة الطريق السياسية. محافظ البنك المركزي يؤكد أن مصر تمتلك جهازا مصرفيا قويا جدا يتمتع بسيولة عالية بما لا يضطر مصر يوما للاقتراض من الخارج. في مؤتمر منظمة التجارة العالمية، مصر تدعو للتوصل إلى صيغ توافقية، والهند تعارض بشدة اقتراحا لفرض قيود على تجارة المواد الغذائية المدعومة. أهلا بكم مشاهدينا في مستهل هذه النشرة الاقتصادية المفصلة من قناة النيل. أكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أن الحكومات الحالية وضعت خارطة طريق اقتصادية تزامنا مع خارطة الطريق السياسية، تتمثل ملامحها في تقديم حزمة تنشيطية وتحفيزية في مجال الاستثمار للوصول بمعدل التنمية إلى 3.5% بنهاية العام المالي 2013-2014. جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الاستثمار المصري الخليجي اليوم. في حدث هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، انطلقت بالقاهرة أعمال منتدى الاستثمار المصري الخليجي. المنتدى تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع الحكومة الإماراتية، ويجمع كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والخليجي. وفي كلمته أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن الحكومة تعمل على بسط الأمن لدعم الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تريد الوصول بالنمو إلى 3.5% بنهاية عام 2013 و2014. ومش أمن فقط، إنما الشعور بالأمن والشعور باستمرار الأمن. وينبغي أن يكمل ذلك باستقرار سياسي. التطور الحادث في الداخل له مردود على القطاع السياحي، حيث أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن 25 دولة رفعت حظر السفر إلى المناطق السياحية، وتوقع كذلك ارتفاع عدد السياح إلى ما بين 13 و14 مليون سائح العام المقبل. وزير الاستثمار أسامة صالح أشاد بالدور الخليجي في تلك المرحلة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية تبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الغربية البالغة 46.2 مليار دولار. لقد عكفت الحكومة المصرية على مدار الشهور الماضية ومنذ ثورة 30 يونيو على العمل بكامل طاقتها وخبرتها من أجل تجاوز الأثار المترتبة على التطورات السياسية المتلاحقة، والاستمرار في انتهاج السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم مناخ الاستثمار. ومن جانبه أكد وزير الدولة الإماراتي أن النمو الاقتصادي المستدام في مصر يتطلب استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، وبخاصة الدول الخليجية والصديقة. فمصر لديها موارد طبيعية وفيرة وكوادر بشرية مؤهلة ورؤوس أموال كبيرة، ولكن ينبغي ضمان تفاعل هذه العوامل بالطريقة الصحيحة وبعيدا كل البعد عن أي نوع من البيروقراطية. وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال الملتقى الذي يستمر اليوم وغدا الخميس. وخلال المنتدى الاستثماري قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز ان احتياطيات النقد الاجنبي في مصر شهدت انخفاضا طفيفا خلال نوفمبر الماضي بسبب بعض الالتزامات على الدولة. واكد رامز ان مصر تمتلك قطاعا مصرفيا قويا جدا، واشار الى ان هناك خططا للتعاون مع شركات التمويل العقاري بما ينشط هذا القطاع خاصة في مجال الاسكان المتوسط. في طبعا زي ما انتم عارفين احنا نتميز بجهاز مصرفي قوي جدا، السيولة عالية جدا عندي في الجهاز المصرفي سواء بالعملة المصرية او العملة الاجنبية. الاحتياطي النقدي بالنسبة لمصر الرقم لسه ما اعلنتش عن الشهر الجديد، لكن يعني هو هيبقى فيه انخفاض بسيط، هيبقى فيه انخفاض الشهر ده لان احنا كان عندنا التزامات كثيرة في هذا الشهر. لكن رغم هذا
رغم الاحتياط الموجود بالمساعدات الموجودة، هل تسألوني كمحافظ بنك مركزي هل أنت سعيد أن الاحتياطي طلع عشان المساعدات اللي جت؟ هقول لك لا، أقول لك أنا هبقى سعيد لما الاحتياطي بتاعي يبتدي يطلع بجينيوين بيزنس، لما الاحتياطي بتاعي يبتدي يطلع من زيادة الموارد الناتجة عن البيزنس. ومباشرة من المنتدى تنضم إلينا مراسلتنا آيات عبد اللطيف. آيات، من خلال متابعتك لفعاليات وكواليس المنتدى، ماذا لديك من جديد؟ الملتقى لا زالت جلساته مستمرة حتى هذه اللحظة، ولا زالت الجلسات تقام بين المستثمرين وبين الوزراء لبحث فرص الاستثمار المشتركة حتى هذه اللحظة. يعني هناك يعني بالخارج جلسات ثنائية تتم بين المستثمرين لبحث هذه الفرص الاستثمارية. في الصباح الباكر كانت هناك جلسة افتتاحية وجلسة أخرى تحدث خلالها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم البلاوي وزير الدولة الإماراتي السيد سلطان أحمد الجبري، والذي تحدث عن امتنانه بوجوده في مصر وأن مصر لديها كوادر طبيعية وكوادر بشرية وموارد طبيعية لابد من استغلالها، وأن دول الخليج العربي يعني ترحب بطرح بالاستثمار في مصر خاصة في تلك المرحلة. هي هذا الملتقى كما أكد وزير الدولة الإماراتي هو عبارة عن منصة تنطلق أو فرصة يعني للمستثمرين الخليجيين والمصريين للالتقاء وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة. هو أكد على ضرورة أن يكون هناك شفافية، وأن المستثمر الخليجي يحتاج لضرورة تعديل التشريعات اللازمة لضمان هذا كضمان لهذا الاستثمار، والذي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأيضا مع توالي الحكومات والتي توالت أو تغيرت معها بعض السياسات وقرارات الاستثمار. معي من هذا الملتقى الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. يعني هذا الملتقى يدوم حوالي 500 مستثمر خليجي، تم عرض الكثير من الفرص الاستثمارية، كيف ستستفيد مصر من هذا الملتقى وفرص قطاعات الاستثمار أو يعني مجالات الاستثمار المشتركة وأيضا يعني التمويل؟ هل هناك مشروعات سيتم تمويلها مصرية سيتم تمويلها من الجانب الخليجي أم أنها مشروعات مشتركة أم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد في بداية لازم نرحب بزملائنا من أصحاب الأعمال الخليجيين على أرض مصر. ملتقى أنا بسميه ملتقى الدفء مرة أخرى، هذا الملتقى بيحدث لأول مرة بعد سنتين من ثورتين عظيمتين حدثوا في مصر 25 يناير و 30 يونيو. النهاردة زي ما بحضرتك لسه بتقولي هي نقطة انطلاق لعلاقات استراتيجية. المرة دي اما بنتكلم على علاقات استراتيجية بنتكلم على بناء تكتل عربي يعود بالنفع على جميع الدول العربية. انا اعتقد من خلال هذا المؤتمر النهاردة في شتى الفرص الاستثمارية في شتى المجالات، في التجارة الداخلية، في اللوجستيات، في الطاقة المتجددة، في الغاز والبترول والصناعات الكيماوية، في الزراعة، في السياحة. فيعني في فرص كامنة في مصر الحقيقة في المرحلة اللي جاية نتيجة لأن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع. وبالمناسبة انه يجي ده بعد الانتهاء من وثيقة مشروع الدستور اللي قدم للسيد الرئيس، واللي ان شاء الله انا متأكد ان الشعب كله حيساهم بكلمة نعم ان شاء الله باكثر من 70 و75% عشان تبقى نقطة انطلاق تطمئن السياح والمستثمرين الاجانب عشان يدخلوا مصر امنين مطمئنين على امنهم وعرضهم واموالهم. فانا اعتقد ان في ظل الجمهورية الجديدة اللي بتبنيها مصر، الجمهورية الديمقراطية اللي بتظلها الحوكمة والشفافية،
هتبقى فرصة طيبة إن شاء الله إن احنا ننطلق في قاعدة شراكة حقيقية، والمشروعات اللي مقدمة فيها فرص ونسب ربح جيدة للمستثمرين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. أشكرك، كانت هذه هي كلمة أستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن هذا الملتقى الذي هو في النهاية وقفة من جانب دول الخليج العربي لمصر لدعمها اقتصاديا بعيدا عن المساعدات العربية. نعم، شكرا لك يا آيات عبد اللطيف مراسلتنا من مقر المنتدى، وشكرا لضيفك الكريم أيضا. نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح مزاعم تناقلتها مؤخرا بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود رسالة كويتية بوقف الدعم المالي الكويتي لمصر. ووصف الشيخ سالم هذه المزاعم بأنها مختلقة شكلا وموضوعا ولا تمت للواقع بصلة. وشدد الوزير الكويتي على أن وزارة المالية لم ترسل مطلقا خطابا رسميا يفيد بعدم تقديم الدعم المالي لمصر على النحو الذي جاء في الرسالة المذيلة باسمه، واصفا إياها بالرسالة المزورة والمجافية للحقيقة. وصل إلى القاهرة صباح اليوم كيريل ديمتريف رئيس صندوق الاستثمار الروسي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام. ويبحث ديمتريف خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين المصريين العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية في مختلف المجالات، والمزمع البدء في تنفيذها بما يخدم الاستثمارات والمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين. كان ديمتريف قد أكد أن بلاده تستهدف البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في داخل وخارج روسيا، مشيرا إلى أن مصر ستكون نقطة مهمة بالنسبة لموسكو خلال المرحلة المقبلة. صرح فالنتين يانزلجر المستشار القانوني بقسم مكافحة الأموال المهربة التابع لوزارة الخارجية السويسرية بأن بلاده يمكنها استئناف إجراءات التعاون القضائي بينها وبين القاهرة. وأكد زيلجر حرص بلاده على إعادة أي أموال ثبت تهريبها بصورة غير شرعية حفاظا على سمعتها الدولية، مشيرا إلى أن البلدين يبحثان حاليا تمديد فترة تجميد أموال رموز النظام السابق والتي من المقرر أن تنتهي في فبراير القادم. وإلى البورصة المصرية التي بدأت مؤشراتها خلال تداولات اليوم تتجه نحو الصعود بعد جلستين من التراجع. جاء الصعود جماعيا ومدعوما بمشتريات قوية للمستثمرين المصريين قابلتها مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب. أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أنه تمت الموافقة على سداد مليار ونصف المليار دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية والتي تصل إلى 6.2 مليار دولار. يأتي هذا في حين وقع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية على 3 اتفاقيات جديدة لهيئة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول مع شركات شيل الهولندية وأباتشي الأمريكية وغاز دي فرانس الفرنسية. يتم بموجبها البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 3 مناطق بالصحراء الغربية. وتأتي الاتفاقيات 3 في إطار استكمال توقيع 21 اتفاقية مع عدد من كبريات الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبلاد. نفت شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية ما تردد حول أن الكارت الذكي لصرف المواد البترولية سيكون إلزاما بداية من أول يناير القادم، مشيرة إلى أنه ما زال في المرحلة التجريبية. من جانبها نفت وزارة البترول أن تكون الحكومة في انتظار قرار سياسي لرفع أسعار البنزين والسولار، مؤكدة أن استخدام الكروت الذكية لا يزال في مراحله التجريبية وأنه يتم دون تحديد أي كميات وبنفس الأسعار السارية. يأتي هذا بينما قال مصدر حكومي إن مصر حصلت على منح وقود من السعودية والإمارات والكويت قيمتها 2.480 مليار دولار منذ 3 من يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضيين.
أعرب وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور عن أمله في أن يتم التوصل إلى صيغ توافقية خلال أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في إندونيسيا، داعيا إلى ضرورة تكثيف التعاون والاستعداد الجيد لمفاوضات ما بعد بالي. في غضون ذلك، رفضت الهند بقوة اقتراحا حول فرض قيود على دعم المواد الغذائية.